أنسى شي؟ أهلا وسهلا، بس أنت شو عم تعملي عنا؟ ويان؟ جيت على تونغ تشينغ مشان أعمل دعاية للحملة ومرقت على الإذاعة. رفقاتي بالجامعة بيشتغلوا هون. أوه، وأنتي بتشتغلي هون كمان؟ وقت اللي عرفت إنه أنتي من هون بصراحة خطر لي موضوع إنه ممكن تشتغلي بالإذاعة المحلية. هو أنا من أول ما رجعت اشتغلت بدوام جزئي بالإذاعة، وصار لي 3 سنين. مرقوا بلحظة، بتصدقي؟ سمعت إنه نيان تشين إجا لهون كمان، كيف كن مع بعض؟ بصراحة نحنا تركنا. طيب شو الوضع هلأ؟ مو متضايقة ولا ندمانة؟ أنا انسألت هالسؤال شي 3 مرات لحد هذا اليوم، وبيجوز أنا ندمت أول القصة، بس بعدين وبالنسبة للوضع هلأ بيجوز أنا لسه قدرانة على الحب وقدرانة على العطاء، واللي بيقدر إنه يعطي فأكيد الخسارة ما بتفرق معه. بتعرفي أنا هلأ لحتى فهمت كيف سون يعني تشين يلي عايش ببرجه العاجي وقع بحبك. خليني أعترف لك بشغلة، بالإذاعة أنا كنت ضايقك بدافع الأنانية وحسيت بالذنب، بس بعدين فهمت وتأكدت إنه حتى لو تركك فأنا ما رح ألفت له نظره. أنسى شي؟ برأيك مين بيناتنا المحظوظ أكتر؟ أنا مو ندمانة، بس فكرت كتير بهذا الموضوع ولقيت إنه لو ما عرفته أبداً، أو خليني أقول لو ما ارتبطنا أنا وياه سوا، فما كنت رح كون مثل ما أنا هلأ أكيد. شوفي أنا لو كنت مكانك بختار كون مثلك، لأنه لسه عندك فرصة. المشكلة اللي بينكم هي سوء فهم مو أكتر. سوء فهم؟ أي بيجوز هو عن جد شخص سهل إنه ينفهم بطريقة غلط. واسم سونيان تشين بتحسيه وكأنه لعنة. نيان تشين مشاعر مفقودة، يمكن تكون هي هي طبيعته. بس بتعرفي الشيء اللي ما بيحبه نيان تشين هن الناس اللي بيكذبوا، لأنه هو برأيه ما لازم نوعد وعد وما نقدر إنه ننفسه، واللي ما منعرف جوابه ما منجاوب عليه. وأنا لأنه ما خبرني من قبل عن الماضي تبعه وعن عيلته عصبت كتير منه وقتها، بس عرفت ليش هو عمل هيك معي، لأنه هالطريقة هي واحدة من الطرق اللي بيستعملها لحتى يهرب.